السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيضا هسه راح نوضح لكم فيديو ثاني نوضح بيه. شوف هسه هذا الرسم اللي أمامك، البوكس أند وكستشر، ما مكتوب أمام بالمناسبة هذا ليجنز، يعني أقدر أسحبه أنا لأي مكان، ما له علاقة نهائية. يعني هسه أني هاي لو أخذ الرسم أحذفه، أخذ البيانات، أدي Observe Video Simulated، Insert، بعدين أضغط هنا أقول له رسم. لاحظ نطاك رقم واحد، زين انا اريد ابين هذا الاوبزيرف وهذا السيموليتد. فشلون نفس طريقتنا اللي تعلمناها قبل شويه، ما لكم علاقه بهذا الرسم، هذا غير تمثيل. نجي شو نسوي هسه؟ راح اخذ انا السيموليتد كات اسويه هنا. بتلاحظون انا مرات اشياء بسيطه، وهواي الاخوه يقولوا لي دكتوره اكو اشياء بسيطه ماكو داعي توضحيها اكثر من اللازم. اني دا احاول انزل لابسط المستويات فحتى انه تكون واضحه امام الجميع، ليش انه في شيء غامض او غيرها. لاحظ هسه هنا اوبزرفيت، اخذ كلمه اوبزرفيت، لاحظ كوبي، احطها هنايا بيست، والزقها هنا لصق. اخذ هسه القيمتين ذولي، لاحظ هسه نجي على السيموليتد اقول له كوبي اللي بعدها هنا سيموليتد. المفروض أنا شنو أسوي؟ أخذ هنا أسويها بالأحرى أحسن. بيست، وبعد مرة بيست. هسا أخذ لنا القيمتين هنا أسويها، أقولها كوبي، هاي أشيلها، أقولها بيست، عفوا كوبي، حتى يجون نفس العدد. أنا قصدي ما أضيف شيء أضافي، بيست، أوكي. أخذ هسه قيم السيموليشن، أقول له كوبي، أضيف السيموليشن هنايا، تمام. لاحظ هسه بهاي العبارتين، هسه شنو أسوي؟ أحاول ألغي ذني بعد ما أحتاجهن، أقول له ديليت، وأيضا هذا أقول له ديليت، تمام. لاحظ هسه عندك صار أوبزرفيت سيموليتد، تاخذ هاي القيمتين بهذه الصيغة. نسوي لهم انسيرت، بعد الانسيرت نضغط، لاحظ سوى لك تباعد بيناتهم مو مثل قبل شويه. لاحظ شوف هسه راح ارسم لك هذا الرسم، وراح اشيل لك ذني هسه هنا بس. شوف راح اوضح لك الفرق بين الرسمين لو ما انت تستخدم هذه الطريقه، شلون راح يطلع شكل الرسم. يمكن انت قبل شويه ما انتبهت له، واذا ترجع بالفيديو شوف البدايه. شوف هسه اقول له انسيرت، طبعا هو لان اخذ هذا السبيس او الفراغ اللي موجود بالنص هنا فسوى لك، ما انطاك هذا شنو اسمه وهذا شنو اسمه وغيرها. فشنو تسوي انت؟ الافضل ما تستخدم هذه الطريقه، تمام. هذه الطريقه تكون غير مجديه، لان انت تريد تبين هذا شنو نوعه وهذا شنو نوعه، يعني او هذا الشيء يمثل لك او هذا الشيء، فصعب بهذه الطريقه يتمثل اذا كان كل عمود عنوانه هنا. فشنو تسوي؟ تكرر كلمه هسه هاي اوبزرفيت، تكررها على طول هاي الارقام الخاصه بالاوبزرفيت، تحتها تدرج السيموليشن كالارقام الخاصه بالنمبر، وكذلك التيست قدام كل رقم يصير لك سيموليشن خاص بك. هسه هذا اقدر اني هنا خلي احذف هذا، شو بس شوفتكم يا اني قصدي العفو، بس ديليت، اوكي تمام. هسه للاعلى هسه للاعلى عندك هذه الرسومات تكون امامك واضحه. فاتمنى تكون الطريقه امامكم واضحه تماما، لان لاحظ مثل ما تلاحظ هنا، لاحظ هسه هنا صار عندك الاوبزرفيت واضح والسيموليتد واضح بهذه السهوله. هذا الرسم يكون افضل. طبعا هذا الرسم اللي بجانبه مال يعني فد شيء ثاني خاص طريقه الهيستوغرام، مثلت ببيانات معينه فيعني هنا هذا مثل ما نقول لكم، ولا هذه البيانات ايضا لها تاثير، يعني هذا الرسم واحد. فنرجع على رسمنا هذا الاعتيادي، فلاحظ هسه الشارت هنا شلون صار واضح، عندك قدام كل كلمه وضح لك الاوبزرفيت، وضح لك السيموليتد، ووضح لك مقدار الفاريشن. اتمنى يكون لهنا القيم او يعني
واضحه، وهذا الرسم باستخدام البوكس على البوكسر واضح، وشلون امثل البيانات بيها. هاي لحد الان سويت لكم 2 فيديوهات عليه حتى يكون واضح، وتحاولون قدر الامكان هذا النوع من الفيديوهات تنشرونه الى زملائكم حتى يستفادون من عنده. نلتقي بكم ان شاء الله بفيديوهات اخرى. دمتم بامان الله وحفظه.